سهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده لهذا الاسبوع من برنامجكم الاسبوعي كفاءات من الامارات. كما عودناكم كل حلقه وفي كل زاويه نستضيف قصص مميزه، قصص اثبتت همتها وبراعتها وحبها في خدمه هذا الوطن. ودائما هذا اليوم احد ابناء الوطن واحد فرسان التغيير. سعد رجل الاعمال الاستاذ محمد، بدايه اهلا وسهلا فيكم ونورنا وشرفنا. اهلا فيكم في إمارة عجمان. حياك الله. الله يحييك. معاكم الأخ محمد أحمد حسن العبدولي. حياك الله. من إمارة عجمان. إيه نعم. خبرني أكثر عنك يا محمد، مين هو محمد؟ كيف بداية انطلاقته في العمل في داخل الدولة؟ انطلقنا بمشيئة الله في سنة 2016 بدأنا أسسنا هذا المكتب. جميل. وبدأنا بالأعمال التجارية وهذا إصدار الرخص، تعديل الرخص، مساعدة المستثمرين في إصدار رخص تجارية. جميل. مساعدته في أمور الحكومية مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين، إدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. جميل. والدوائر الحكومية التابعة يعني لإمارة عجمان. العلاقات الأخوية اللي بين الأصدقاء ومساعدتهم ويعني وحسن التعامل معهم طبعا. صحيح. هنا نحن نرى بالآونة الأخيرة كثير من التعديلات القانونية خاصة في إنشاء السجلات التجارية بوجود كثير من أبناء الوطن أو غيره. خبرنا أكثر عن هذه التعديلات وما رأيك فيها بسوق العمل؟ تعديلات طيبة الحمد لله بمساهمة الحكومة. ساعدت تشجيع المواطن في مبادرات اللي هي تشجيع المواطن في إصدار الرخص في البزنس، في الدعم مثلا في إمارة عجمان في دعم للرخص المواطن، في برامج لتعزيز المواطن. مثلا مواطن يعطونا مثلا يصدرون له رخصة كفري يعني مثلا ليدخل في سوق العمل. جميل. ويمارس هذا كتشجيع من الإمارة يعني مثلا. هذا اسم مهرة على بنتي مهرة. ما شاء الله. اي نعم. الله يخليك يا امين وياك ان شاء الله. خبرني عن ابرز الخدمات التي تقدم من ناحيه اصدار الرخص التجاريه للمستثمرين. اها. من ناحيه المساعدات، من ناحيه تجهيز الاقامات، من ناحيه تجهيز فتحات الكوتي او الاقامات، كلها موجوده الخدمات. طبعا احنا نستلم المعاملات، نروح لمكاتب تسهيل كارتباطنا مع مراكز تسهيل لتقديم بعض الخدمات. ايش رافق على العمل، على اختيارك للموظفين، كيف كان اخويتك؟ اختيار للموظفين شفناهم في سوق العمل يعني. وعملنا لهم كمقابلات وهذا، شفناهم ان شاء الله طيبين للعمل وعملنا معهم. ان شاء الله للمزيد بمساعدة الحكومة جزاهم الله خير، الحكومة بجميع الحكومات في دولة الإمارات العربية المتحدة مساهمتنا كمواطنين، وان شاء الله نتكبر في المشاريع التجارية ان شاء الله، وان شاء الله للأحسن ان شاء الله وللأمام ان شاء الله. ان شاء الله تعالى ان شاء الله. امين. في ظل جائحة كورونا كان مجمل الأسواق العالمية طبعا راكدة. صحيح. بعد الجائحة الحمد لله بفضل الحكومة ودعم الحكومة صعدت المعاملات التجارية للأعلى، وإزاهم الله خير الحكومة أصدرونا إكسبو 2020، وبناء تم يعني ما شاء الله استقطاب المتعاملين والهذا، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. طبعا بلادي يا بعد عمري، يا موطن عزتي وفخري، إماراتي وفديت اسمك وسمن حط على صدري، إماراتي وفديت اسمك
بلادي يا بعد عمري، يا موطن عزتي وفخري، يا علي ما خلا منها بلادي، بلادي واسألوا عنها، عن الماضي وعن الحاضر وعن طيبة مواطنها، عن الماضي وعن الحاضر وعن طيبة مواطنها. إماراتي إماراتي إماراتي. نعمة الأمان طبعا كل فرد من العالم يتمنى الأمن والأمان في بلده، والحمد لله الحكومة ما قصرت في حفظ الأمن والأمان لنا، والحمد لله رب العالمين، وفزنا بالمركز الأول في دولة أمنية ولله الحمد، الحمد لله رب العالمين. أشكر حكومة دولة الإمارات كحكام وشعب على حفظ الأمن والأمان، ونتمنى لهم إن شاء الله مزيد من التقدم والازدهار وإلى الأمام إن شاء الله. إن شاء الله. أشكر جميع من ساهم في نجاحي و تطلعي للمزيد من العلم ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. طبعا الفضل كبير لابانا وشكر لله سبحانه وتعالى، ايضا لجهودك وحبك في خدمه هذا الوطن. انت احد ابناء واحد عملت هذا الوطن. شكرا لك اخوي. اهلا وسهلا، حياكم الله. الى هنا اعزائي المشاهدين، سوف نقوم بجوله ميدانيه داخل شركه المهره لاستعراض بعض الملفات الصور فيديو لهذه الشركه الكامله والمتكامله في خدمه الوطن اكثر فعلا. انتظرونا بكفاءة جديدة كما عودناكم، ودمتم. عشق ومحبة شعبها هو سرها، واجمل تلاحم بحرها مع برها، شيوخها اللي للسحاب تجرها، في حبها من حقها نرزف نرزف لها، أرض السعادة كلها كلها نضربها، أجمل مثل ونفلها.